صباح الخير على مشاهدين تلفزيون الكويت، اصبح عليكم ويوم جميل، يوم الخميس اكيد يوم جميل لانه يوم ويكند، فالواحد يعطل ويرتاح من هذا الاسبوع، صح ولا لا؟ عدل، صباح الخير جاسم. صباح الخير عليكم مشاهدين الكرام، وحياكم الله في هذه الحلقه الجديده من برنامج صباح الخير الكويت، ان شاء الله تستمتعون معنا في الساعات القادمه بالحوارات والمواضيع، الضيوف اللي منتظرين ان شاء الله نسمع منهم ان شاء الله تجاربهم وذكرياتهم وبعض المعلومات الجميله اللي دائما ننقلها لكم في برنامج صباح الخير الكويت. تحيه فريق العمل وجهه لكم من خلال هذه الانطلاقه ان شاء الله، نستمتع ان شاء الله معاكم بالكثير من المعلومات. شنو موضوعنا يا هاشم؟ اليوم موضوعنا، شوف كم مره تقول هاشم وجاسم، لازم شوف الموضوع عندك الترند. موضوع انجاز اكيد عندك يا عبد الرحمن. اكيد طبعا الموضوع هو عن الخبر المتداول اكيد امس، وكلنا كنا فرحانين فيه بحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد. انطلق أمس الإعلان عن مركز الكويت للفضاء، وهذا المركز اللي أكيد يعتبر ثمرة إنجاز بعد ما أطلقت الكويت في عام 2023 القمر الصناعي اللي هو كويت سات 1. اليوم تستكمل هذه الثمرة بانطلاق هذا المركز اللي أكيد يدل على اهتمام دولة الكويت بالبحث العلمي من مؤسسة الكويت التقدم العلمي كيفاس، وهذه المؤسسة العريقة اللي أنشئت في عهد المغفور للشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، وكانت مؤسسة رائدة ولا زالت في مجالها باهتمامها بالباحثين واحتضانها أيضا بالطاقات اللي قاعد تزورنا من خارج دولة الكويت، ونسمع منهم هذه المعلومات والأبحاث العلمية الكبيرة اللي ساهمت في تطوير البلد من شتى نواحيه. والله على هذا الإنجاز ورؤية الكويت أكيد 2035، فهذا الإنجاز نبارك له، وإن شاء الله إنجازات جاية أكثر وأكثر لدولتنا الحبيبة الكويت. أكيد طبعا، ولا ننسى تعاون اليوم كل المجتمعات والمؤسسات اللي مهتمة في البحث العلمي. إحنا اليوم في معهد الكويت للأبحاث العلمية، وهو أحد أيضا المؤسسات العريقة بدولة الكويت اللي مهتمة في مجالات متعددة. كل يوم الصبح داشين المبنى نشوف المجالات اللي يهتم فيها المعهد، منها مجال البناء ومجال البيئه ومجال العلوم والتكنولوجيا والبترول، صح والباحثين ما شاء الله، صح حتى الطلبه من كل الاعمار احنا قاعد نشوف اليوم في المعهد موجودين، وهذه الابحاث قاعد تنشر على الدوام، ويعني تساهم بالمناسبه. بعض الناس ترى يسالون شنو فائده البحث العلمي؟ ليش اسوي انا اليوم بحث وليش انشر هذا البحث ويمكن يطلعون عليه فئه قليله؟ صحيح ان البحث اليوم ياخذ جهد كبير، سواء بجمع كل البيانات والاحصاءات والاستفتاءات وغيرها، وفي ناس تقعد سنوات في بحث واحد، لكن بالنهايه صح هذا البحث يبنى عليه قرار مصيري، صحيح في رسم خارطه وسياسه الدوله لدوله الكويت. اكيد طبعا، وكل اليوم شخص صحيح قيادي اليوم ناوي انه يتخذ خطوه ولا يضع رؤيه، لابد وان تكون هذه الرؤيه مبنيه على صحيح بحث ودراسه، صح وتفنيد اكيد من خلال المختصين والعلماء. انت شلونك عبد الرحمن؟ والله تمام، انت زين؟ اخبارك؟ المباراه اليوم ولك هذا، ها ايش رايك بالجو؟ والله جونا اليوم مفاجأة صراحة. اي والله امس يعني بالليل يعني الساعة 9:30 شوف درجة الحرارة 36. اي اليوم الفير اقل كنا بعد، وانا داشين اليوم الاستديو. شنو قاعد الفير؟ اكيد ما شاء الله قاعد نصب، واللي ما يبي تحوش الزحمة اكيد يطلع مبكر. اي يطلع مبكر اكيد، وهذا شيء اساسي واكيد شيء لا راحة نفسية ولا شعور اخر. الناس اللي تقعد اليوم في الساعات المبكرة من الصباح يعني ترى لهم مزاج خاص. اي عدل، واللي تعود على هالشيء خلاص. واحسن شيء قاعده تصب فيها بركه ترى. اي والله اي والله، تقعد تقوم بالظهر هذا لا ما يخالف، حتى لو ما عندك شغل قوم صب فيها بركه ان شاء الله. صحيح، وفي هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بورك في امتي بكورها، وهذا شيء طيب اكيد ومن السنه، ويعني من الواحد انه يسويه انه يعجل في الاستيقاظ في الصباح، والبركه كلها في الصباح ان شاء الله. اكيد، يلا نشوف ضيوفنا البرومو هذا الصغير ونرجع لكم. يلا